عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشروعي في رمضان إن شاء الله. مرحبا بكم في هذا البرنامج اللي غادي نحاولوا إن شاء الله نعطيكم فيه أشياء اللي غادي تنجح معكم بإذن الله واللي غادي توصلوا بها إلى خير ربنا إن شاء الله. مرحبا بكم. هنا إن شاء الله غادي ندير كوكوت كبيرة شوية، غادي ندير واحد الكوكوت كبيرة، يعني هذا الكوكوت ديال 16 يترو. كاينين كوكوتات ديال 10 12 على حسب الخدمة ديالكم إن شاء الله الرحمن الرحيم. هنا أول حاجة كنحتاجوا السنيدة، جوج كيلو ديال السنيدة، جوج كيلو ديال السنيدة، حامضة واحدة كنقطعها مرصوات، هذا الشيء اللي كنحتاجوا. الماء يترو ديال الماء، أنا غادي ندير 4 يترو 4 كيلو ديال السكر وجوج يترو ديال الماء في هذا الكوكوت. كوكوت ديال 8 يترو ما غاديش ديروا فيها قد هكا، غادي لان خطير هذا. هذه المساله نكون نتفاهموا عليها، نعرفوا الكوكوت ترى ان السكر راه كيطلع خصو يطيب، خصو ما غاديش نخاطروا ندير واحد الكميه كبيره في الكوكوت ديالنا وتنفجروا ونتصدقوا في المشاكل ابدا. اذا هذا الكوكوت ديالنا طنجره الضغط اللي هي كبيره، غادي ندير فيها ان شاء الله 4 كيلو ديال السكر، 2 يترو ديال الماء، حامضه مقطوعه على 4 المرات لا اقل لا اكثر. والعسل ديالنا فاش بقات في هذه العمليه، كلها بقات فان كوكوت ديال الضغط غادي يطيب ليا العسل ديالي مزيان، وغادي يكون الوقت محدد باذن الله. غادي نشوفوا ملي غادي تبدا تصفر الكوكوت ديالي، غادي نبدا نحسب نصف ساعه ديال المكانه، نصف ساعه، وبعد نصف ساعه غادي نطفي على العسل ديالي وغادي نحل الكوكوت ديالي، وغادي نكون حصلت على واحد العسل رائع باذن الله ان شاء الله. هانتوما كتشوفوا غادي نديروا السكر ديالنا، درنا ديجا 2 كيلو ديال السنيده ويترو ديال الماء، هنا درنا عاوتاني 2 كيلو ديال السنيده وها يترو ديال الماء، شي حاجه اللي كتعبر يترو ديال الماء. ها هو هنا شحال عندي ديال العسل ان شاء الله، عندي 4 يترو ديال 4 كيلو ديال السكر و 2 يترو ديال الماء كتساوي 6 يترو ديال العسل باذن الله. 6 يترو واش غادي تخرج ليا 6 يترو من النشان؟ غادي داك الطياب ديالها وداك الفوار اللي غادي يخرج منها غادي تمشي منها واحد 300 غرام حتى 500 غرام في العبار. ها هو هانتوما شفتوا، حركوا السنيده ديالكم، غير حركوها مزيان باش ما يبقاوش دوك الحبيبات اللي كيكونوا في السنيده، وباش لتحت ما تكونش مجموعه ليا السنيده بواحد الكثافه كبيره وتحرق ابدا، دائما هكا. نخلطو مزيان، ناخدو الحامض ديالنا، خدو تقطعوه دوائر، تقطعوه بحال هكا بحال، بالنسبة لطنجرة الضغط باش ما كانت طنجرة الضغط ديالنا ثقيلة، باش ما كانت لاكاليتي ديالها زوينه، كتشريو واحد الطنجره ثقيله، هذه راه ثقيله بزاف بزاف بزاف، حتى ان الغلاقه ديالها ثقيله، حتى الغلاقه ديالها ثقيله ان شاء الله. غادي نطلقوا باذن الله، صبر، وكنديرها فوق يعني النار ديالي، البوطه ديالي كندير بحال هكا يدي، كنعرف بان الطنجره ديالي مقاده في السدان ديالها، ماشي مشكل هكا ونسدها. دائما كوكوت الضغط ديالكم ما تزيروهاش الى اخسر، لان دغيا غادي تفور عليكم، يعني الزيار هكا حتى كنحسوا بها مسدوده مزيان هكا، والا جاب الله كنشوفوا شي حاجه د الفوار كتخرج لينا من هنا، نعاود نحاولوا نزيدوها واحد شويه الزيار. ودائما طنجره الضغط نردوا لها البال، الا كانوا الجلدات ديالها يعني عيانين ولا شي حاجه، راه دائما كتخرج الفوار، ولا ما كانتش مسدوده مزيان كتخرج الفوار باذن الله. حنا هذه عندها واحد لا سيكوريتي، الا كانت شي مشكل كتخرج داك الضغط دقه واحده على بركه الله. كنديروا العافيه، غادي تقولي له واش العافيه مجهده ولا متوسطه؟ هنا ماشي مشكل، مجهده متوسطه
ما فيها حتى مشكل الا اننا نقدروا نديروها ان شاء الله في درجه الحراره متوسطه من الاحسن. وهذه نردوا البال النشره ديالنا ان شاء الله ملي غادي يبدا توصل واحد سميتو غادي تبدا تعطيني تصفر. ملي تصفر غادي نشوف المكانه 30 دقيقه بالضبط ان شاء الله. ان الكوكوت ديالنا بدات تصفر غادي نحسبوا من ساعه نشوفوا في المكانه ديالنا دروكا ان 4 وقسمين في المثال 4 وقسم غادي 4 5 ان 4 اقسم قل 25 ان شاء الله غادي نطفيو على العسل ديالنا قل 25 دقيقه طول نصف ساعه من بدايه التصفير. ها هي الشبكه ها هي العسل ديالنا شوفوا اللون ديالها لون جميل راه شوفوا راه حنا دروك طنجره الضغط عندها القاع ديالها غليظ يعني شاده واحد الحراره بزاف غادي مازال تزيد طيب ان شاء الله. ها هي ودائما نصف ساعه ما تفوتوهاش غير حاجه واحده نسيت ما قلتهاش لكم ملي نبداو ملي يعني تبدا تصفر صفاره نقصوا العافيه ديالكم ديروها عافيه متوسطه ما تبقاش مجهده بزاف وخليوها طيب باذن الله والنتيجه ها هي قدامكم باش نعرفوا يعني ان تسميتو طابت مزيان. الحامض شوفوا الحامض كيرجع ذهبي اللون ها انتم كيرجع ذهبي اللون هذاك الحامض ديالنا يعني الشبكيه ديالها هي العسل ديالنا رائع باذن الله ان شاء الله. نصف ساعه لا اقل ولا اكثر وحلوا الطنجره ديالكم ملي تبدا تصفر في الاول غادي نقصوا العافيه الى نصف العافيه يعني كانت مجهده شويه غادي نقصوها تكون متوسطه ما تكون مجهده ما تكون طافيه بزاف. سورتو ردوا البال الا عندكم طنجره الضغط عندها القاع ديالها غليظ عرفوا انها كتستمر في الطياب لمده اخرى ان شاء الله. نديرو هادي ونحطوها في شي بلاصه بارده شويه باش نستوبيو ان العسل ديالنا يزيد يطيب. غادي نحطوها الطنجره باش نبردوها شويه باش ما يتبداش تزيد يعني العسل ديالنا يزيد ان شاء الله في الطياب. ها هو شتوه راه تستوبا حبس مبارك عليها لون ذهبي جميل هكا حطيناها في الماء بارد وهي الشباكيه ديالنا تحبسات لان داك القاع ديال هذا الكوكوت غليظ وان شاء الله ملي حطيناها فوق الماء بارد تحبسات في الطياب ديالها العسل ديالنا. ها هي ها انتم يا اخواني يا اخواتي هذا هو العسل هكا خصكم يجيكم العسل ملي يطيب كيجي رائع وكيجي اللون ديالو ذهبي اللون ودائما مع التسخان اللي غادي نسخنوا فيه كل مره الا بغينا نغطسوا فيه الشباكيه ديالنا والاغلبيه ديال الناس ما كيسخنوش غير كيدفيوه شويه وكيديروا فيهم الشباكيه ديالهم او البريوات ديالهم او المقروط ديالهم او جميع الحلويات المعسله ان شاء الله. نتمنى نكونوا تستافدوا من هذا الدرس اللي قدمنا لكم هذا النهار باذن الله ومرحبا بكم. دائما كنحييكم تحيه خاصه هذه قناتكم ونطلبوا منكم تبعوا هذا البرنامج خلال هذا الشهر ديال رمضان غادي ان شاء الله نجح معكم القضيه غادي نعطيكم اشياء لكل يمكن لكم تصوبها في هذا رمضان باذن الله وتقدموها للناس اللي بغاو يشريوها عندكم من ان شاء الله وغادي يعني تصوروا شويه ديال الرزق ديالكم باذن الله والرزق هو الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.